السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية شباب، معكم خالد من جيمرز ناك. اليوم رجعت لكم في مقطع سريع. جت الفكرة منه صراحة من صديق، قال لي ان جوست ريكون تشابه متل جير في موضوع يعني غزو المعسكرات او المهمات الجانبية فيها، فمن خلال هذا المقطع حبيت اجرب اللعبتين في مهمات تقريبا متشابهة او قريبة على بعض، اللي كلها سايد ميشن. فمن خلال المقطع بنشوف اللعبتين ونقارن مقارنة عامة، يعني مو قصدي اني اوضح شيء ان اللعبة افضل من الثانية، بالعكس انا اعشق اللعبتين وحللت اللعبتين وكلهم عاجبيني صراحة واشوفهم بنفس المستوى. كن حبيت انكم تطلعون على هذه المقارنة، ممكن تشاركونا في رايكم في التعليقات. خلونا نبدأ الحين ونشوف اول مهمة وهي Ghost Recon Wildlands. نبدأ في أول لعبة وهي Ghost Recon Wildlands. طبعا هذه مهمة جانبية صغيرة، ما أعتقد أن فيها يعني تفاصيل كثيرة. عندنا بس ناخذ الملف هذا اللي هو ملف الانتل اللي فيه المعلومات عن طريق هذه المهمة. بيكون فيها بعض الجنود، أحاول أني أسويها ستيلث أو ممكن أهجم عليهم هجوم مباشر، لكن أهم شيء أن ناخذ الفكرة العامة من اللعبة. بشكل عام في لعبة Ghost Recon دائما تحاول انك تسوي اسكان عن طريق طيارة الدرون. طبعا هذه الطيارة طورتها فيها مميزات كثيرة، لكن بشكل عام الحين تشوفون اول ما رفعتها على طول عطتني تاج على الجنود يصير فوقهم اللوجو الاحمر، نستفيد بعدين نعرف كم عدو في المهمة. عندنا الحين 2 3 4 5 6، طبعا السادس هذا راح يكون مهمة جانبية ان نستجوبه وناخذ منه معلومات يفتح لنا امور ثانية. فبس تقريبا الحين نسوي سكان. في بعض الناس تشوفونهم هذول اللي سيفيليانز او المواطنين اللي ما لهم علاقة في عصابات الكارتيل فما يهمونا، او حتى الدرون ما راح تسوي لهم تاج. طبعا في شغلة الحين نشوف بس في احد في الابراج، ما في ابراج، ما في احد، تقريبا هذول الحين مهمين. بسوي شغلة اني اخلي الفريق اللي معاي يشارك في القتل، يعني الحين ناخذ تاج على الاول والثاني، ناخذ اي واحد اي واحد، خلونا على هذا الحين 2 1 2، بعدين 3. الحين راح اعطي انجيج لما يجهز الفريق انه جاهز، ممكن اذبح الثلاثه في طلقه واحده، طبعا عن طريق فريقي مو انا اللي راح اقتلهم. هذه ميزه حلوه ايضا في Ghost Recon بما انه معك فريق تقدر تستفيد منه. الحين شوفوا اطق انجيج 1 2 3، خلاص هذا الثالث. بس الحين اقتلوا الثلاثه، بقى لي كم واحد تقريبا في المهمه، فتكون اسهل بالنسبه لي. نبدا الحين وخندش اكشن بما انه جربنا الستيلث. اكشن 1 2، تعال تعال وين رايح وين رايح، لا كمل. طبعا المهمة قريبة تشوفونها على اليمين، لكن خلنا نتخلص من الأعداء أول. مع السلامة. اللي بعده اللي بعده هذا يحاول ينحاش الحين، ما انتم شايفين، بس نحاول نفجر السيارة. أوه لحظة لحظة، في طلع لي واحد من هني. أوكي مع السلامة. قبل لا ينحاش تقدر ترمي السيارة، في بيرك معين تطوره إنك تخلي الدمج عالي عندك على السيارات. وشوف شلون وقفت السيارة، لو ما كان عندي هالبيرك هذا كان ممكن قدر يفلت مني ويروح بعيد ويخرب المهمة. فبس ناخذ منه الحين، في أكثر من اختيار، خلينا نطق استجواب. طبعا السيارة راح تنفجر على اليسار، أهم شيء ما تفجرنا. لا أوكي تمام، تختار تبي أسلحة ولا هذا، ناخذ من المهمة بس، مع إنه هو مو مهمتنا الرئيسية أو اللي إحنا اللي نبي نسويها أساسية، لكن هذا كان موجود. شوف عطانا سايد ميشنز لوكيتد، علمنا على اماكن ثانيه فيها مهمات. الحين بس خلينا نقتل اخر اعداء. بجرب سلاح ثاني. اوكي وتقريبا هذه المهمه اللي هو الانتل، ملف الانتل. طبعا تقدر تاخذه بدون ما تقتل اللي بالمعسكر لو جيت بستيلث، يعني حاولت انك تصور الملفات هذه وتنتهي من المهمه بشكل اسرع. بس تقريبا الحين نيو ميشن. طبعا لما سوينا هذا الميشن اللي انتل معناتها انها معلومه، يعني اطلعنا على مهمه ثانيه. هذه الفكره بس من لعبه Ghost Recon، طريقه المهمات شلون تقدر يعني تخلصها بطريقه ستيلث او اكشن، شيء انت حر فيه. وتقريبا يعني المهمات تتنوع، لكن ممكن ترجع عليك بنفس الاسلوب، لكن انت هني تحاول انك تغير اسلوبك. في شيء ثاني في طبعا المهمات دائما تسوي سكان تاخذ ايتمز عشان تطويرات وامور ثانيه. تقريبا الحين خلصنا Ghost Recon المهمة الأولى، وننتقل الحين Metal Gear. طبعا اللي شاف منكم مسلسل ناركوس ممكن مر عليه الشخصية هذا، أنا مسوي شكله نفس اللي هو البطل في مسلسل ناركوس. شوفوا هذه السنايبر بعد طلعتها، نفعتني جدا في المهمات. طبعا من ناحية الهليكوبتر في Ghost Recon Wildlands أنت لك الحرية أنك تاخذها وتروح وين ما تبي وأنت تقودها بنفسك، بعكس Metal Gear اللي راح تكون مجرد أوتوماتيك. عموما هذا كان مقطع Ghost Recon، الحين ننتقل ل Metal Gear 5 The Phantom Pain. طبعا وصلنا الحين ل Metal Gear The Phantom Pain، وهذه مهمة جانبية حاولت اني اختار، لان اكثر المهمات اللي في اللعبة يعني خلصتهم، حاولت اني ابحث عن مهمة يعني كبيرة حلوة ما في. عموما Punished Venom Snake هذا هو Big Boss
صراحة لها ذكريات جميلة، من زمان ما لعبت اللعبة، لكن زين هالتجربة هذه في المقطع هذا أعطتني فرصة إني ألعب المهمة مرة ثانية. أيضا قلت لكم فويس أوفر لأني سجلت وأنا ألعب، لكن للأسف ما تسجل معي. طبعا الهليكوبتر في مثل جير ما تسوقها أنت، تحاول إنك عفوا راح تكون بس في الهليكوبتر نفسها ويوصلك للمكان اللي تبي، تقدر تاخذ بوينت معينة أو مهمة معينة وراح يوصلونك وبس، يعني ما تقدر أنت تستخدمها بنفسك. فهذه المهمة مبدئيا نحاول نسوي زوم، لكن ما راح تبين تفاصيل مثل ما انت شايفين. العالم يعني كجرافيكيا احلى، شوف ال 60 فريم يعني جرافيكس تحس يعني انعم افضل، لكن التفاصيل اقل مثل ما انت شايفين. جوست ريكون كان فيها تفاصيل اكثر. عموما خلونا الحين من جوست ريكون نركز في المهمة. طبعا عندك حصان مثل ما انت عارفين، سيارة او الدي دوغ اللي هو الكلب اللي يساعدك في المهمات، بس بحاول اني اطلب سيارة، لا ما له داعي. عموما نتقدم الى المهمة، شوف الخريطة بس، يلا نتقدم في المهمة. طبعا هذه شو اسمها اللي هي خريطة زنزبار اللي هي بافريقيا. هذا الحصان، لكن لا تجيب العيد فينا، خلينا نتقدم شوي. اوبس بس وقف. الحين بجرب طريقة. طبعا في جوست ريكون شفتوا الدرون انه شلون تسوي سكان، لكن هني في متل جير تستخدم البيناكلر او اللي هو المنظار تسوي زوم، راح يسوي ايضا اوتوماتيك تاج على الانمي وياخذ لهم تحليل. لو بغيت اذا عجبك الانمي هذا تقدر تخليه لصالحك يشتغل، مثل ما انتم عارفين في سلسله مثل جير، او عفوا في هذه اللعبه بالذات. عندنا الحين 4 5، مجرد مرور المنظار راح يصير لها تاج نفس طريقه طياره جوست ريكون. البرج فاضي، وين اللي داوم هني؟ مزرق من الدوام. كان عندنا 1 2 3 4. حتى في بعض الايتمز يسوي لك عليهم مثل ما تقولون يبينهم لك، مو شرط اللي هو الاعداء. شو تقدر تفتح سبرنت في بيج بوس، شكله عجيب صراحه. شوف الاسلحه السنايبر هذه، طبعا هذه اواخر اللعبه، خلصت كل المهمات اللي فيها وكان عندي بعض التطويرات، لكن لا زالت متل جير تحمل الكثير من التطويرات. طبعا لو انت حبيت او سكنات وهذه الامور والملابس. عموما عندنا بحاول اني اسوي ستيلث شويه بعدين ادش في الاكشن. هذا اول جندي عندنا هني بحاول اني اقتله، طبعا هذا مسدس كاتم او رشاش، لكن مع السلامه كاتم لكنه يقتل، هذه المشكله. طبعا مثل جير دائما احاول اني انوم الاعداء ما اقتلهم، بحاول اني انومه. نشوف بس، طبعا هذا الفيرست بيرسون لوك. لا 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 عنده خبر. اوه خلاص خلاص ما يمدي الحين النومه لانه تاخذ وقت الابره عشان ينام، خلينا نقتله. الرشاش يتقدم بس. 1 2 مع السلامه. لا اوكي حلو، هذا واحد، هذا واحد بس خليه يطلع. اطلع 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 اطلع. حلو، فيهم صعوبة صراحة، فيهم تشالنج. شوف قاعد يرمون يعني من مسافات بعيدة وفي إصابات وترجع يعني الطاقة. واحد حلو، بس باقي جندي واحد الحين، خلنا نتسلى فيه شوي. تعال تعال افلم من ورا، لا نسيت السي كيو سي. اوبا حلو حلو، امسك ار تي. حلو ار تي. شوف هني عندي اختيارات اني اقتله او انه بس اخليه ينام او استجوبه. لحظه ناسي الكنترول بس دقيقه. اوكي ذير از فايل، يعني اعطاني مكان الفايل اللي اساسا انا اعرف مكانه او اني يعني ما راح يكون بعيد، فنفس المكان. بس هذه يعني طريقه الاستجواب في مثل جيري بسيطه، يعني ما راح يكون فيها. اوكي هذه حركه سي كيو سي، طبعا هني النوم عشان اتاكد انه ما يقوم. اوكي هذا هو الفايل. طبعا هني انجزنا المهمه اللي هي بسيطه، مهمه جانبيه ما فيها تعقيد. وهذا بيج بوس الحين يطلع جهاز الايدرويد، ما ادري اللي يسمونه اندرويد. بس مجرد سكان بسيط ويعطينا المهمه نفس طريقه جوست ريكون. الحين خلصنا هذه مهمه متل جير، شفتوا الانطباع السريع عن مهمه جانبيه. الحين بس نشوف بعد في ايتمز ناخذهم. هذا اوكي، نشوف في شيء الجهه الثانيه قبل لا ننتهي وبس. هذا طبعا في اجهزه تقدر تاخذهم توديهم القاعده تستفيد منهم، نفس جوست ريكون شلون تسوي يعني اشياء انك تاخذها تستفيد منها، نفس الشيء هنا. اوه صح هذا صح، تعال احاول اقتله. المنظر دموي ما انصح تشوفون. اوتش خلاص مات. وبس كانت هذه تجربة متل جير، يعني بعد ما جربنا جوست ريكون، والحين بحاول اني يعني اعطيكم خلاصة سريعة.
بالنسبة للخلاصة من رأيي الشخصي، أول شيء إنه مو عدل إني أقارن لعبة قديمة مع جديدة، لكن التجربة بشكل عام يعني عجبتني صراحة في اللعبتين، من ناحية إنك تغزو المعسكرات، كل واحدة لها طريقتها أو أسلوبها أو خصائص اللي تستخدمها. اللي عجبني في متل جير حسيت إنه مثل ما تقولون يعني الكاركتر سوليد أكثر، تحس إنه يعني أنت حاب الشخصية وفيها فيلينج معين، بالإضافة إن مهماتها يعني فيها تكرار، نفس موضوع يعني جوست ريكون التكرار اللي فيها، لكن تجربتها حلوة وفيها صعوبة وفيها تحدي، يعني كل مرة تتقدم في مثل جير بتلاحظ ان فيها تحدي اصعب. اما بالنسبة لجوست ريكون تتميز في الاشياء اللي تستخدمها واوامرك لاصدقائك انك تقتل الاعداء عن طريقهم، بالاضافة للطيارة وباقي الامور، وفي اسلحة في الثنتين طبعا، لعبتين مثل جير وجوست ريكون في اسلحة كثيرة، مو شرط المسدسات، تقدر تستخدم سي فور، تستخدم قنابل، الغام، اشياء، حتى الايس رايك موجود في اللعبتين. فبشكل عام اشوفهم متعادلين جدا في موضوع اللي هو طريقة اللعب وغزو المعسكرات حسب كل أسلوب لاعب، لكن بشكل عام أشوف من ناحية الجرافيكس جوست ريكون يعني فيها تفاصيل حلوة واقعية أكثر من متل جير، إن تفاصيلها أخف، وتحس إن الجرافيكس في متل جير شوية سوفت، شوية مثل ما تقول مقللين الأشياء من حولك، وعالمها صراحة ميت مقارنة في جوست ريكون اللي عالمها أكبر، مع إنه يعني حي، ومع إنه أكبر من يعني متل جير المفروض إنه يكون محتوى أقل. لكن بشكل عام المهمات في اللعبتين تقريبا متعادلين من ناحية المعسكرات، إذا بتقولون في تكرار في الثنتين تقريبا في تكرار في المهمات، لكن التكرار مثل ما ذكرت أكثر من مرة في أكثر من مقطع يرجع للاعب نفسه، تقدر تستخدم تخلي المهمات تتكرر عليك أو أنت تحاول إنك تغير المناطق، مثلا في مثل جير روح أفغانستان، روح زنزبار، غير المنطقة نفسها راح تعطيك يعني شعور مختلف حتى لو كانت المهمة مشابهة. أيضا جوست ريكون تقدر تروح تحت فوق في الغابات، في الصحاري، في الثلوج، في كل مكان، بيئة مختلفة مهما كانت المهمة. على العموم اتمنى عجبكم المقطع وشوي استرجعنا الذكريات مع متل جير، بالاضافه انه شفتوا جيم بلاي اكثر لجوست ريكون. فاللي يبي منكم الحين شاركوا في الكومنت وشاركوا على التصويت على اليمين فوق، اي لعبه انت تشوفها افضل في محتوى جيم بلاي، بغض النظر طبعا من ناحيه القصه لا مقارنه، اكيد متل جير افضل، لكن من ناحيه الاونلاين والجيم بلاي بشكل عام جوست ريكون افضل، بس ابي محتوى يعني من ناحيه المهمات الجانبية، شنو اللي تشوفونه عجبتكم أكثر؟ أنا عن نفسي أشوفهم متعادلين وحبيتهم كلهم، حللت اللعبتين فأشوفهم تجربة جدا جميلة، وأنصح فيهم صراحة اللي ما جرب اللعبتين يعني يروح ياخذهم، بالعكس من أفضل الألعاب من ناحية الجيم بلاي. وبس، ويعطيكم العافية، وإن شاء الله أشوفكم في مقطع ثاني، لا تنسون المشاركة في التعليق والتصويت، ونشوفكم على خير. كان معكم خالد من جيمر سناك، مع السلامة.